الشيخ وفقكم الله، شخص يصنع العطورات ويبيعها، لكنه قبل البيع يسميها بأسماء للخمور لأجل الترويج لها. شخص يصنع العطورات ويبيعها، لكنه قبل البيع يسميها بأسماء خمور لترويجها. كيف لترويجها؟ الخمر تروج؟ ما يجوز هذا، ولا يسمى الشيء بغير اسمه. نعم، الخمر حرام، ولا يجوز أنه يسمي به الشيء الطيب. نعم.